دكتوره شيرين عاصم نائب رئيس مركز البحوث الزراعيه لشؤون البحوث الحقيقه انا اساسا تخصصي تكنولوجي بعد التخرج التحقت بمعهد بحوث الهندسه الوراثيه وتدرجت في هذا المعهد من من اول السلم في البدايه. لرئيس قسم وبعدين وكيل المعهد وبعد كده مدير المعهد مده اربع سنوات وبعد كده تم اختياري للعمل مع فريق اداره المركز كنائب رئيس للمركز للبحوث. والله في مناطق كتير من بدايه الطريق يعني كان طريق شاق جدا البيوتكنولوجي تكنولوجي كان لسه مجال جديد ما كناش نسمع عنه كتير لكن في البدايه كان في صعوبات واجهتنا ازاي نتعلم وازاي نحاول ان احنا ننقل التكنولوجي من الخارج لمصر سافرت في مهمات علميه في امريكا علشان نحاول نتعلم من الخبراء هناك مجال الهندسه الوراثيه وبعد كده طبعا تقدمت تقدمت بمشروعات بحثيه لتمويل مشاريع وحصلت على منحه من هيئه فول برايت للتعاون العلمي منحه ابحاث ما بعد الدكتوراه الحاجات دي كلها اثرت في في المسيره بتاعتي كلها والحمد لله يعني قدرت ان انا يعني اتعلم كويس من الاساتذه اللي تعلمت معاهم سواء في المعهد او في خارج المعهد وكمان قدرت انقل التكنولوجي اللي تعلمتها في الخارج للطلبه اللي بيشتغلوا معانا وطلاب الجامعات اللي بيجوا التدريب في المعهد والتعاون لسه مستمر مركز البحوث الزراعيه هو مركز بحثي متخصص في مجال الزراعه وهو يعتبر من اكبر المراكز البحثيه في البحث العلمي الزراعي مش بس علي مستوى جمهوريه مصر العربيه ولكن ايضا علي مستوى المنطقه كلها المركز الحقيقه بيشمل مجالات عديده جدا في مجال الزراعي في جميع المجالات المتعلقه بالبحث العلمي الزراعي وهذا المركز بيتبع وزاره الزراعه واستصلاح الاراضي. احنا دور الباحثين في هذا المركز احنا يوجد في المركز معاهد بحثيه عديده حوالي 28 معهد ومعمل مركزي في مركز البحوث الزراعيه بيشملوا جميع التخصصات المتعلقه بالزراعه بنشتغل على المشاكل والمعوقات والتطوير لكل المنتجات الزراعيه وطرق الممارسات الحديثة في الزراعة وفي استنباط الأصناف وما إلى ذلك أهم دور بيقوم به المركز المركز بيلعب دور كبير جدا في استنباط الأصناف الجديدة وبالذات اللي هي تقاوي المحاصيل الرئيسية زي القمح والدورة الشامي والشعير وما إلى ذلك والرز وقطع شوط كبير جدا من خلال معهد بحوث المحاصيل الحقليه لهم الحقيقه يعني دور ايجابي جدا في هذا المجال وفي مجال استنباط الاصناف الجديده ومع التغيرات المناخيه برده اللي بنواجهها الان المعهد والمعاهد المركز كلها بتعمل على ازاي يحافظوا ويزودوا الانتاج الزراعي تحت ظروف التغيرات المناخيه المعاكسه مركز البحوث الزراعية دايما فاتح ابوابه للطلاب الشباب وشباب الباحثين وده بيتم من خلال التعاون مع الجامعات والمراكز البحثيه الاخرى في دورات تدريبيه في ندوات ارشاديه في ورش عمل مشتركة ما بيننا وما بينهم طلاب الجامعات اللي هم في مجال الدراسة دراسة البيوتكنولوجي وغير البيوتكنولوجي كل المجالات الدراسية اللي بتهم كل طلاب العلوم والزراعة والطب البيطري بيقدروا ان هم ييجوا المركز ويحصلوا على التدريب اللي هم محتاجينه سواء بدورات تدريبية قصيرة المدى بتبقى أسبوع أو أسبوعين أو دورات تدريبية ممكن تمتد لأكثر من شهر أو ثلاث شهور ده بالإضافة إلى أن المركز بيتعاون مع المراكز البحثية الأخرى ومع الجامعات في الرسائل العلمية رسائل الماجستير والدكتوراه من خلال الإشراف المشترك على هذه الرسائل في مواضيع علمية بتهم الباحث وبتهم المركز وبتندرج تحت الخطة البحثية بتاعتنا ده كمان بالإضافة إلى أن احنا بندعم برضو إذا كان طلاب الدراسات العليا في الجامعات إذا كان في بعض التقنيات اللي مش موجودة عندهم أو الأجهزة أو محتاجين معامل معينة إن هم ييجوا عندنا في المركز بنقدم لهم كل الدعم الكافي ليهم علشان يقدروا يعملوا أبحاثهم على مستوى عالي جدا في معامل مركز البحوث الزراعي لا التواصل سهل هو ما مشكله خالص ان الطلاب اذا كانوا اندر جرادويت لسه ما تخرجوش بيبقى التواصل عن طريق الكليه بتاعتهم لو حد حابب يجي يعمل دوره تدريبيه او يتعلم حاجه معينه ببساطه الكليه بتبلغنا بالطلاب اللي عايزين يجوا للمركز بتبقى عن طريق التعاون مع وكيل المركز فوكيل المركز بيشوف التخصصات اللي الكليات طالباها ومتوفره في انهي معهد من المعاهد وبيبتدي يتواصل مع هذه المعاهد عشان تستوعب الطلاب سواء في التدريب الصيفي او اذا كان في مشروعات تخرج او ما الى ذلك ده دي طريقه من الطرق الطريقه الثانيه ان هو يروح للمعهد اللي هو عايزه مباشره ويطرق الابواب ويقول هو عايز ايه الطالب نفسه ايه التدريب اللي هو محتاجه وايه التكنيك اللي عايز يتعلمه وبيبتدي ينسق مع المعهد المنوط بيه التدريب ويبتدي يتعامل معهم ويتواصل يعني الموضوع بسيط جدا مش محتاج اي صعوبه ومفيش اي معوقات بتقابل الطلبه لان احنا زي ما ذكرت فاتحين دايما ابوابنا للطلاب الجامعات والطلاب الباحثين في المراكز البحثيه كلها وبنشجع التعاون العلمي. مع الجامعات ومع المعاهد البحثية يعني على على أعلى مستوى سواء في الداخل أو في الخارج كمان إحنا مش بنتكلم على مستوى مصر بس إحنا بنتكلم على مستوى أفريقيا والمنطقة كلها لأنه برضو مركز البحوث له تعاون في على مستوى القارة الأفريقية كلها إخواننا في الدول الأفريقية الأخرى بنتعاون معهم في إقامة دورات تدريبية برضو أه وبنستضيفهم من خلال في, في كذا أه يعني في كذا تشانل مفتوحه للتعاون مع الدول الافريقيه من خلال وزاره الزراعه او مركز البحوث الزراعية في برضو في قوافل البيطريه دي موجوده داخل الجمهوريه هنا وفي المزارع الافريقيه المشتركه دي ما بين وزاره الزراعه وفي المزارع اللي هي في الدول الافريقيه المجاوره فكل ده تعاون واحنا بنامل وبنطمح ان احنا نزود هذا التعاون سواء في الداخل او في الخارج ودايما التعاون العلمي بيؤدي طبعا لنهضه الشعوب فاحنا بنحط ايدينا في ايدين بعض مش بس على مستوى جمهوريه مصر العربيه لكن على مستوى الدول المجاوره والدول الافريقيه علشان النهضه للقاره الافريقيه كلها. الحقيقه المؤتمرات والندوات دي شيء اساسي ان هو بتبقى فرصه كويسه جدا للقاءات العلميه انها بتشجع التعارف ما بين الباحثين والدارسين في مجال واحد وخاصه مجال البايوتكنولوجي هو مجال واعد جدا وله مستقبل كبير فاللقاءات دي بتساعد على زياده التعارف ما بين الباحثين في المراكز المختلفه. وبرضو مناقشة الموضوعات البحثية اللي بتعرض فيها بتدي أفكار جديدة للباحثين وخاصة اللي هم بيكونوا لسه في أول الطريق بتديهم بردو فكرة ومجالات إيه اللي ممكن يشتغل فيه وإيه اللي يقدر إن هو يدرسه وإيه الموضوع اللي هو هيقدر إن هو يتعلمه فاللقاءات دي مهمة جداً حقيقة وشيء أساسي لإن هي من غيرها هنبقى جزر منعزلة كل واحد هيبقى قاعد في الحتة بتاعته ومش عارف التاني بيعمل ايه فطبعا بنأمل ان القاءات دي تستمر ويعني تكون اكتر من كده ونهتم بيها اكتر الحقيقة مجال الباي تكنولوجي مجال واعد جدا دول كتير استفادت من هذا المجال في الخارج نامل طبعا المنطقه العربيه عندنا يمكن ما استفادتش قوي بالقدر الكافي من مجال البيوتكنولوجي وبالرغم من ان احنا في مصر عندنا كوادر علميه كتير مؤهله على مستوى عالي جدا في هذا المجال ف ومصر داخله دلوقتي في التحول الرقمي والاتجاه ناحيه التكنولوجيا الحديثه في كل المجالات فانا بتنبا لهذا المجال ان شاء الله في المستقبل يمكن القريب مش البعيد في المستقبل القريب ان هيكون في استفاده اكتر من طلاب تكنولوجي فانا بنصحهم ان هم يستمروا في الدراسات بتاعتهم وفي العمل بتاعهم و ان هم يبداوا يبادروا بانشاء شركات يقدروا ان هم يستثمروا فيها خبراتهم وافكارهم ويقدروا يعملوا آه الـ التعاون مع الاماكن الاخرى علشان هم يقدروا يطلعوا منتجات من منتجات البايوتكنولوجي ويقدروا يسوقوها الرساله طبعا ان انا بحيي فريق البيو تيم وباشكرهم على المجهود اللي بيعملوه علشان يشجعوا قنوات التواصل ما بين الباحثين في مجال البايوتكنولوجي ويعني بدعوهم ان هم يستمروا في هذا الموضوع علشان يقدروا ان هم يبقوا قنوات اتصال ما بين الدارسين كلهم والباحثين فبشكرهم على المجهود اللي بيعملوه معانا ونامل ان هم يستمروا يعني في هذا المجال ان شاء الله ان شاء الله شكرا